يا كويت يا دار المعزة والأحرار، دار الصباح اللي تميز عطاها حتى القصايد تلحن ونبض الأشعار. احنا فريق الكشف التطوعي تبع وزارة التربية، جايين نساعد اخواننا بوزارة الداخلية والدفاع المدني ووزارة الصحة ان نسهل عملية دخول الناس اللي جاية تفحص. اجراء اللي هي عاملة اجراء مشرف، حتى التنظيم من اول ما دخلنا من البوابة، سواء كان بارك للسيارة او سواء كان انتظار رجال او سواء كان انتظار عائلات. ربنا يحمي الكويت ويبارك في اهلها وفي شعبها. والله انا ما توقعت هيك، يعني ما صار لي يمكن ربع ساعه بس خلصت كل هالامور، ما شاء الله عليهم جميعا جميعا يعطيهم الف عافيه. ساعتوني ورقه، انا ان شاء الله بكره بخلص 14 يوم حجر منزلي. انا كنت جايه دخول البلد تاريخ 4، فعلا اجوا كانوا انا بالبيت، كانوا يجوا يدقوا الباب وياخذوا الحراره بشكل يعني غير متوقع، فكان الإجراءات كتير حلوة، مش مرة يعني كذا مرة. أنا بلاقيه أحسن بلد بالتعامل مع هيدا الوضع. والله صراحة الواحد كان جاي خايف أول شيء لأنه الوضع مو سهل يعني، بس التنظيم رائع يعني، ولا حسينا أن احنا جايين نعمل فحص ولا حسينا بأي شيء، بالعكس انبسطنا يعني استقبالهم، تنظيمهم، الحماية اللي عاملينها والترتيب جوا والنظام روعة. طيب شو بده يقول الواحد، نحن ببلادنا ما شفناه اللي هو الاهتمام، الرعاية، الحماية. الإجراءات هنا كويسة جدا، الدنيا منظمة، الناس متعاونة، ربنا يكون في عونهم، يعني بيتعبوا كل حاجة، بس يعني استحملوا بس الناس شوية في الأسئلة، إن احنا برضو أكيد ما نعرفش إيه الإجراءات بالظبط. الدنيا كويسة، في دكاترة محترمين، ناس بتوع الدفاع المدني محترمين، ناس بتاع الشرطة محترمين. ما شاء الله يعطيكم العافية شباب الداخلية، وما قصروا والحمد لله بكل نقطة في نفس يعني إرشاد حق اللي جايين يفحصون. صراحة ما في مقارنة يعني جد، يعني أنا لبنانية، عنا بلبنان ما في هيك والله العظيم، يعني حتى من الصين من إيطاليا كلها توب، يعني نمبر 1 الكويت بهيدا الوباء اللي صاير. الحمد لله أنا مش بلبنان، الحمد لله أنا بالكويت.